مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. احنا في ضيافه المهندس عطر حنوره رئيس مجلس اداره شركه الريف تنميه الريف المصري الجديد والعضو المنتدب. اهلا بحضرتك باشمهندس عاطر. عاوزين نعرف من حضرتك سؤال رئيسي ممكن يعني هام او يهتم به الكثير من الشباب وصغار المزارعين، وهو لماذا امتلك ارض في مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ اولا المليون ونصف المليون فدان هو مشروع متكامل، زي ما سيادتك بدات الحلقه كان هو مش عباره انك تاخد حته ارض وتزرعها وخلاص، هو مشروع بيتكامل، الطرق الداخليه، الطرق الخارجيه، اهتمامنا ان يبقى فيه طرق توصلك بالمحاور الرئيسيه، اهتمامنا ان يبقى فيه تغطيه للمحمول، تخطيط دقيق وعام لكل المنطقه، مناطق خدمية، مناطق صناعية، مجتمعات سكنية وعمرانية، مناطق خدمات، وحدات صحية، هيبقى فيه إن شاء الله كمان تواجد شرطي. كل دي أسباب بتقول لك أنت مش فقط رايح تزرع، أنت ما هو وإلا كنك يعني الموضوع اكتمل أنك تكمل بقى كوضع يد، الناس تروح وضع يدها تروح تقنف، لكانت القصة بشكل عشوائي، لكن دي أساس لمجتمعات تعتمد على الزراعه. بنتكلم على زي ما قلت لحضرتك، بنتكلم على تصنيع زراعي، وفي اماكن محدده للتصنيع الزراعي، بتدخل الكهرباء عشان التصنيع الزراعي، لان التصنيع الزراعي هو القيمه المضافه الحقيقيه للمنتج الزراعي، هو ده اللي فيه الربحيه الكبرى. بس كل الامور دي بتتعمل بشكل متلاحق. ليه تاخد ارض في الريف المصري؟ اسعار، فترات سماح، طريقه تقسيط، تكامل، خدمات بتتعمل بشكل متلاحق من الدولة، ده طبعا اهم حاجة انك بتاخد عقد وتخرج بره قصة وضع اليد وقصة القصة اللي هي مش صح. يعني الحاجة التانية ان الاماكن بتاعة الريف المصري اماكن لها يعني بعد اخر استراتيجي، انها هتبقى دي بعض المناطق زي ما بيطلق عليها العواصم الزراعية، المغرى والمنيا على وجه الخصوص لأن دول مساحات ضخمة جدا، سيوة 30,000 فدان مخصصة للزيتون والنخيل، ودول يعني أهل سيوة لهم باع طويل في هذا، خلص نص الأرض فاضل حوالي 10,000 أو 12,000 فدان بيتم توزيعهم دلوقتي في سيوة. تعال بقى نبص على المغرى والمنيا، قرابة ال 630-640 ألف فدان، مساحة ضخمة جدا. المنيا لها طبيعة خاصة، المغرى لها طبيعة مختلفة. المغرى مع دخول الكهرباء واستخدام محطات تحلية وما إلى ذلك، هي بحكم طبيعة وضعها الجغرافي هي الامتداد الزراعي او ما يطلق عليه الباك يارد لمدينه العالمين الجديده وتيبان، دي لها بعد يعني استراتيجي هام جدا. الزراعات اللي هتطلع من المغرى حاليا اذا كانت جوجوبا او غيره، او الزراعات الجديده اللي هيستخدموها في بعد بعض اعمال التحليه، والجدير بالذكر برضو مهم جدا، كان في اجتماع من حوالي اسبوع مع السيد وزير الزراعه وأشر واحنا في الاجتماع بإنشاء منطقة إرشاد في منطقة المغرى. يعني ده أنا أعتقد أن المنيا النموذج الموجود في المنيا كان لابد أن يكون في المغرى، وطلبنا الوزير السابق الدكتور عز الدين أبو سديد بهذه النقطة المهمة وهي الإرشادية. أنا بقول حاجة دي دخلت حيز التنفيذ. معالي الوزير أشر على الطلب اللي احنا مقدمينه واحنا في هذا الاجتماع، وجالنا هذا الطلب مؤشر عليه بالخطوات التنفيذيه، واحنا دلوقتي هما هننزل يختاروا مساحه من الارض، ان احنا هندي الريف المصري هيوفر الارض، هيوفر ابار، هيوفر لهم مكان في المنطقه الخدميه كاقامه، وهتبدا لان المغرى فيها تحديات زراعيه كتير، فدي هتبقى منطقه ارشاد هامه جدا من بحثي، هي منطقه بحث ارشاد وبحث
هيبقى مش فقط وزاره الزراعه ومراكز بحوث زراعيه او الدكتور نعيم نصلحي والجهاز اللي عامل معاه، هيبقى كمان بعض الجهات الدوليه زي الفاو واليونيدو وما الى ذلك هيتعاونوا في هذه المناطق للارشاد. هل ممكن يعني البعض او الكثيرون يصفوها بانها منطقه واحده، هل يمكن ان تتحول غرب المنيا الى عاصمه زراعيه جديده؟ لا، شوف حضرتك، منطقه غرب المنيا بامتداداتها اللي بيخطط ليها حاليا دي هتبقى اكبر تكتل زراعي وظهير صحراوي زراعي في يعني اقدر اقول لك مصر كلها. الريف المصري حاليا له حوالي 320 الف فدان حاليا، منطقه ال 180 الف فدان بتاعه القناه للسكر دي على الحدود بتاعه الريف المصري، يعني هم اكثر غربا مننا ورانا بشويه. منطقه غرب المنيا، الطرق وما الى ذلك اهم حاجه فيها. غرب المنيا تتميز بالاتي: نمره واحد، الارض مسطحه ما فيهاش اضاب عالي ولا كتير. نمره اثنين، ملوحه الميه مقبوله جدا وزراعات كثيره نجحت فيها من خلال مزرعه وزاره الزراعه. النشاط الحيواني مبهر، شفنا وزاره الزراعه عملت الدكتور الصياد كان يعني له بصمه واضحه في الانتاج الحيواني، فاخر جدا. نسبه الملوحه في الميه هناك زي ما قلت لحضرتك بتتراوح من 1300 1400 1500 بكتير. في هناك اراضي مطروحه بابار واراضي مطروحه بدون ابار. وده الطرح الجديد اللي احنا طرحينه، حاطين قرابه 100,000 فدان في منطقه غرب المنيا متاح حاليا. بيجي بعض صغار بزارعين بياخدوا الاراضي اللي هم طالبينها بابار وبدون ابار، وفي كثير من طلبات المستثمرين بالذات بعد يعني كانت الفتره بتاعت الكورونا دي كانوا قدموا طلبات بس ما كانوش قادرين ينزلوا يشوفوا الارض ويعملوا ابحاث بتاعتها. بدات الزيارات في خلال الاسبوع اللي احنا فيه والاسبوع اللي جاي، فمتوقع ان هم يبتدوا يتعاقدوا على اراضيهم ويبتدوا يشتغلوا فيها قريبا. هي منطقه جيده واعده فيها تكامل شديد، قريبه من الطريق الغربي، بتوصل لغايه ارضك بطريق اسفلت، المحمول والكهرباء زي ما اتكلمنا قبل كده هتكون موجوده. اهم ما في الموضوع ان هي محاطه بمدينه بني مزار، ابو قرقاص، ملاوي، بني سويف، المنيا، فعندك حجم العماله الزراعيه اللي عارفين يعني ايه زهر... لا اللي عارفين يعني ايه صحراء، اللي زرعوا في الصحراء، فدي متاحه على بعد 30 40 50 كيلو منك. فيعني ما هياش زي مكان اخرى زي المغرى ابعد شويه من مناطق تواجد العماله السكان او فطبعا دي نقط هامه جدا. انت قريب تعدي نيل الناحيه الثانيه توصل الى مواني البحر الاحمر اذا كنت تستهدف للتصدير، على بعد 200 كيلو من القاهره، مفتوحه قدامك اسواق الصعيد، فهي منطقه بلا شك هي المنطقه الواعده. الناس هيئه مجلس اعلى للزيتون من الاماكن اللي اختارها واعتبر ان دي من افضل الاماكن في مصر لزراعه الزيتون خاصه زيتون الزيت، هي منطقه غرب المنيا، لان المناخ بتاعها ملائم جدا، الارض والملوحه الميه ممتازه بالنسبه لها، فطبعا اختاروها من الاراضي الخاصه اللي يجود فيها زراعه الزيتون وزيتون الزيت. فهي زي ما قلت لحضرتك النهارده الغرير واخد 180 الف فدان بيزرعهم بنجر وعامل مصنع، وان شاء الله احنا هنزوره برضه. طبعا بيعمل شغل جميل جدا. تم الاتفاق معاه ان هم اي حد في اراضي الريف المصري عايز يزرع بنجر هيدعموه وهيشتروا انتاجه، لان هم حجم المصنع اللي بيتعمل وهيخش الحيز التنفيذي ان شاء الله في خلال سنه اكثر، طاقه هذا المصنع تفوق طاقه المنطقه اللي هيزرعوها بنجر 180 الف فدان، وبالتالي هيبقى في مساحه كبيره للناس اللي عايزين تزرع في منطقه غرب المنيا او غرب المنيا ده على بعد كيلومترات بسيطه، فمش حتى النقل مش هيبقى بالنسبه له مكلف. طبعا ده
الغرب غرب المنيا طبعا بلا شك هي المنطقة القادمة وهيبقى لها ثقل زراعي كبير وهتتولد عليها بمجرد ما الناس تزرع هيتولد بصفة مباشرة استكمال سلسلة القيمة فورا. انت زرعت ايه الزراعات الموجودة هتبتدي بقى الاسواق تنشأ هتبتدي الصناعات تنشأ وتبتدي سلسلة القيمة تتقفل. في ظل فيروس كورونا والتحديات الكتير اللي بتواجهها كافة القطاعات في الدولة الصناعية وباقي القطاعات الأخرى، كيف ترى أهمية الاستثمار الزراعي في هذا التوقيت؟ لا، الاستثمار الزراعي أثبت أنه هو الاستثمار المهم والواعد والضروري في ظل التحديات اللي احنا شاهدناها في الفترة الأخيرة، منها الأوبئة أو كورونا أو ما شابهها من تحديات. تأثرت الصناعات، تأثرت عجلة التجارة، تأثرت النقل. الحاجة الوحيدة اللي كان لها الرواج وسند الاقتصاد في دول متعددة منها مصر كان النشاط الزراعي. في دول كثيرة انعزلت تماما عن باقي الدول نتيجة للكورونا أو الأوبئة اللي كانت موجودة، وكان في الحالة دي ضروري جدا أن يبقى عندها شيء من الاكتفاء الذاتي أو شيء من الاعتماد الذاتي على زراعتها. مفيش دولة بتزرع كل إنتاج أو كل الزراعات المطلوبة، ولكن على الأقل أنت تقدر في فترة الانعزال أو فترة انغلاق يبقى عندك اعتماد على الزراعة. الزراعة بتعتمد أساسا على استقرار ملكيتك، فاستقرار الملكية ده كان أهم حاجة. عشان كده الريف المصري كان مهتم جدا، ودي كانت أولى التوجيهات، لازم المستفيد يبقى عنده اطمئنان إن أرضه مع عقدها، عليه التزامات زراعية إنه يزرع، عليه التزامات تنمية، عليه التزامات مالية، بس هو ضامن عقده وبالتالي يقدر ينطلق يدخل بقلب جامد زي ما هو بالظبط. دي كانت مهمة جدا عشان المزارعين والمستثمرين يطمئن ويبدأ ينطلق ويحط فلوسه في أرضه، غير لما يحط فلوسه في أرض هو مش عارف هتتقنن ولا مش هتتقنن. دي كانت أهم حاجة. التسهيلات وكل البنية الأساسية اللي بتعملها الريف المصري علشان تخلي المستثمرين يطمئنوا، وده أثبت رؤية القيادة السياسية التوسع في الاستصلاح، التوسع في الصحراء، زيادة الرقعة الزراعية، مشروع الصوب، مشروع الرؤوس الماشية، مليون رؤوس ماشية، مشروع النخيل، مشروعات كثيرة جدا متكاملة بدأت هذا المبادرة وهذا الفكر من سنوات بسيطة، من 6 سنوات وبدأت تأتي ثمارها. النشاط الزراعي زي ما سيادتك تفضلت هو النشاط اللي سند في فترة الكورونا وفترة الجائحة اللي احنا فيها، وان شاء الله هيكون هو السند في مصر ان شاء الله. في اخر حلقتنا عاوزين من حضرتك رسالة الى شباب المنتفعين والمستثمرين في المليون ونصف المليون فدان. المنتفعين بشكل خاص وبشكل عام احنا نقول لهم ازرع واحنا وراكم. المنتفعين او من الشباب بقول لهم أرجوكوا عايزين تعرفوا أي معلومة وعايزين تتأكدوا من أي حاجة اتصل بالريف المصري، تواصل معنا، استفهم واستعلم عما اللي انت عايزه. لكن للأسف اللي بيحصل انهم بيسمعوا لبعض وبعضهم بيبقى فاهم الموضوع غلط والموضوع بيتحول إلى معلومة خاطئة وبيبتدي يتصرفوا على أساسها أو بيبتدي يقول لك هو ده الصح ولا ده اللي حمشي وهو اصلا ماشي في اتجاه خاطئ. تعال الريف المصري، اتصل ب 16809 و طلبات صغار المزارعين والمنتفعين لن تنتهي واحنا متفهمين. ازرع ازرع نمي وبعدين تعال اطلب اللي انت عايزه، هنشوف بقى نقدر نعمل ايه ونقدر نوفر لك اللي انت عايزه ازاي. ولكن في ناس راحت زرعت واشتغلت
وفي ناس قاعدة انا محتاج انا عايز انا مش هروح غير لما يحصل انا مش وهكذا. يا فندم روح ارضك اللي انت استلمتها ابدا ازرع فيها ابدا اشتغل فيها والريف المصري والدوله هتكون في ظهرك. اعمل اللي عليك خش الارض وازرع ما تاخدش ما تقعدش قاعد في بلدك او في مدينتك وانت اصلا ما روحتش ارضك تشوف شكلها عامل ازاي وتقول والله انا عايز ما ادفعش او عايز ادفع على 20 سنة يا فندم انزل انت لسه عندك 3 سنوات او 4 سنوات قبل اي دفع انزل ازرع الاول وبعدين شوف ايه التحديات اللي قابلتك تشوف نساعدك ازاي. انا بشكر حضرتك جدا مهندس عطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية التاريخ المصري الجديد. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء وبنشكر الريف المصري على هذا المجهود والدولة في دعم الشباب والمستثمرين في هذا القطاع الزراعي الهام. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم نتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة من مقر الريف المصري ونبادر بان احنا نمتلك اراضي في فرص لن تتكرر مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم وانتظرونا إن شاء الله الخميس المقبل 9 مساء ومعكم شعبان بلال.